بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أشرك وكي أفرتني اللبات أكمدة من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. باب الوصية بالنساء وباب هي اللي صدر دارمه دمرك حقود إلا دور الله إلى ليه وإله اللغة عبده سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: وعاشرهن كل رقم دمرك بالمعروف سوانا أكسن. وعاشرهن كل رقم دمرك كواد قبطاني وكويدنا الرشي وكواد دشينبا بالمعروف سيدوانا أكسن. معروف كنا وما لم ينكره الشارع، شارع سن إنكرين باهذا آدم رأيك حرم طيب اللي هذا. قلنا واحد معروف وما عرفه العقل والعادة والعرف. المهم وخيرك وناك وحي السماء إن شرع وإيسا ديد أي اللوجه. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وكره لم بالتهي. وقال تعالى: إلى يحر ولن تستطيع أود ميسان أن تعدلوا إن أدقر صورتان بين النساء دمر كردحوظ أي كل العدل. ولن تستطيع أن تعدلوا كل العدل بين النساء دمر كات قبطاني حاسسكي الناء ولو حرستم أبد ذاشي في العد أبد هود ذاشي عدل قرصورك لكن ما أود كرتان مر هذي سيداتها. فلا تميلوا هاو إلى إلى حداهن على الأخرى وي فلا تميلوا ها إلى لنا إلى حداهن هاو إلى على الأخرى كل الميل لا حشية إلى شد ما انتهت لما يسترن. فتدروها أتكتكتان تلقى أي شيء أتكيشان كالمعلقة سيدا مثل اللات شيء أو جيت كاللات الشيء قال الله ذي معلقة عرنا مشروع دول لم تشو قوي قوار دمرك قوار لقبنا ماها قوار لدقانا يرى نقوم بيس مركا يدا. وإن تصلحوها داد وناجسان وإصلاح وناك نحرقتان بين النساء سياق آيات سيدا سكين يا لفظه عام بهنوغ لكن سياق وإن تصلحوا بين النساء هو تتقوا أتكعب ستان عن الميل إيه حشد يلي حشد أتكعب ستان. فإن الله كان غفورا رحيما إلهي ودنب دافي نحريس بدن وي بركة آيات دان ظاهر كيوضو وحد مدائنا يكهر إمان إس آيات باللوغة سورة ده. وإن قفتم لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم لا تعدلوا فواحدة. إذن وحال ليدي هداد كعب ستان قرصور ويدان والله بضي يصدح ذي إيو أفرت قرصور ويدان فواحدة. آياتنا وحيت لي سوى البود يشان طمر كأطلق بتان عدل ومصمين كرتان من أودي كرتان مركز سيال الله جمعنا يا آيادة آيات ظهور وحاوي يقور كبلوغي سهوري هدي ملاها ذو أوي هذا الله بقور ستان هذا قرصورين بقور سنكرت اللبا هذا صدح كدك تهداد ملها ذو أبدين هي ذنك هذا غالب كا ملها ذا حوق بدن الشريعة ورم بابا كل سنة أحكام تابا كحرا تكليف كرم بابا كحرا إلا ما ندر هدي ملها ذو هل هذا تكبد يسو إن هذا نقر سور إن ملها ذو أبدين هي قور ملا بين كرتد ومسد حين كرتد ما أفرين كرتد توا مسألة وآية دور إنت سيكادش أظن ما هذا أبداً يهاي إن الرجال طيب الدرع ودقر سوريس ودعدارات كل رقم يسوي هذا آمن زنبات الله بيسوي وصدح يسوي أفريسي حاجة مركة نذر يد هاي مركة تطبيق لي ما دولا نحق لها وشو إذا يوحي كلية هاي ما هو ذكرتا. ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء صادرت السلف كوحيليين عدلين آيات وعي الشيكتين لأوذي كارين والعدل في الجماع والشهوة لا في المبيت والقسم والنفقة والكسوة يوحي لها المال ولا أوذها بين رحا ولا أوذها إن لوسم بيلك ولا أوذها إن لوسم وحسيس مضى إيو دريالك إيو مرشيه مصروف محال لأوذين قال مضى يسوتق لما أوذها إن لوسم محايل وحده هو وحرم بماه واحد دارين كادو كحرن أظن ما كادر تأذى ثمين ما كادر تأذى ما أبا واحد كحرن طماعي كإيمان يا نفط هذا يا قلب قادي والنهار هذا كإيمان يهوى يا كل بس ذي إسلام وديار جرود يا عافمات كاد يا فهم هذا يا نصيحة هذا كحرن أوي إسكم قل لن كرتيد
sombogidi warka asaga hoosta kooda qoslaysa wayd arkaa yaani hawshu waa hawl ka duwan la biilka waad sibi kartaa oo wajigi baad sibi kartaa oo habeen dhix baad sibi kartaa hawsha laakiin xisaab kale u baanta marka taa lama sima karo sayidina ibn abbas baa sidaa ku fasiray ur cadligan aayadna bay ka hadlayso wa adlu fil jamaa'i wa shahwa midda ay aayadu hor ka hadashayna wa adligi fil mabiti wal qasmi wan nafaqati wal kiswa wa laba aayadu kala duwan buu leeyahay raygi saara fiican raygaas waxa ibn abbas maro jamaa'a ma sab ku raaceen baana sax ah marka macnuhu aayadu sidaas u noqonayo saabaynu ku dayna hadii si dhagala la maro way adkaanaysa haddii kale qoliyi dabaalada ay reer masar baad noqonayo yiri ma banaano halka badan in la guursado aayad hore ku dhageen tanna waxay leedahay kor imaanaysa hadaba hal lagama badin karo al-adlu huna wa shay'un khasun wal-adlu hunaka nawa wa am wa am marka laba kala mid weeye dayid minna wa fi bidayati an-nikah minna wa inda tatbiq oo loo jeedo waliba wixii ku saabsan dareen iyo shaqo ku saabsan way wa min thumma hadithki fi sunan man kanat lahum ra'atan fa mala ila ahadihima jaa yawm al-qiyamati wa ahadu shiqqihi saaqit oo idinka soo maray ninki laba dumar qaba ama saddex ama afar qaba ee u kala eexda maalinka qiyaamuhu wuxuu yimaada asoo kala dheer oo labadiisi garab mid kamid dhacsan yahay sida shimbir garbaabki iyo baadka la jabshay oo kale ilaana ku dhacaya kana waa ku taagmahaya ummada laga duu waa lagu waceebay ee xashadi adduunka aad samaysay ee balance garan waday miisaamay wayday oo ayaa laga muujinaya aakhiro calaamad iyo astaan iyo cambaar lagaaga dhigaya kalladi yatakhabatu shaytanu min almas qulya ribada cuna ama banaysta ama ku dhaqma ama qaata ama cunsi ummadaha ama ku kalmay aakhir wax iimanayaan ayagoo waalan oo dhacdhacaya oo sarqaansa sida nin qamra cabay ama uu jin hayo marka gabi dhacaya imanayaan ayaga lagu ceebaynaya iyagoo calalo waaweyn bay imanayaan ballan furuugu bandiirad dheer iyo calan baa laga taagayaa nin walba calaamadii uu ilaahay ku caasiyey oo ku caanbaxay in lagu ciqaabay u badanta mararka qaarkood xadiis wanaagsan soo maxay Abi Saciid adoon walba waxa lagu soo saarayaa wuxuu ku dhintay adoo kale eexan hayo midna uu eexan midna ka eexan baad dhimatay adoo kale dheer baa lagu soo saarayaa famaala maylkaasi marka waa cadliga laga hadlayo riwaayo kale cadeysay falam yacdil baynahuma cadaaladda iyo maylka laga hadlayo waxa weeye waa marashada iyo masruufka iyo habeen dhaxa iyo wajiga ka warqabka iyo dhaqaalaynta ama midka qalbiga takliifku ma xidhna asagu takliifku aduun maba awoodid ba xadii daciifa ku yimid oo sunanka aad maraysa nabi maxamed uu calayhi markuu gabdha u simay xaasiskiisi gogoshii iyo u simay marashada iyo masruuf iyo habeen dhaxii wajiga dhaqaalaynti yaa wuxuu yiri ilaahu inta waati aan awooday qalbiga soomaa oo xagga caayisho u badan allah way qabanid xadiidka daciifa ku jira waa anaga soo maray hase ahaatee macnihiisu waa sax qalbiga waxa weeye nafnin uu roon raacday dumarka aad qabto ta ku roon baad xaggeeda u yar jixinaysa caruurtaada aad dhashay baad u kale eexan maxaa yeelay xagga qalbiga laga hadlaya aan u jeeda oo kubaad jeceysha markaa artaad ku farxi midna jirkaad isgelin wuu kuu daran yahay oday baa ugu weligay wiilka aan dhilay ee hebela intaan hebelow idhi aabo ima dhihin buuri taa u yeedhay weligay hoo iyo hee mooyeen ima dhihin aabe ima dhihin midna aabe macaan uu kugu daraaya aabe iska badaya macaan u raacinaya wuu kuu ducaynaya nin hadda geeriisa aana maqal na wuxuu ii sheegay oday baa wiil u dhalay baa dhintay xilli dambe la yidhi hebel aabo uu naf baxay uu soo kacay madaxuu qabtay markaasuu ilaahu raalli baan kaaya ka raalli noqo oo maxaa jiraa la yidhi weligii bu maalinku hana qaaday ilaa hadda uu konton jiro naf baxaayo anuu hebelow idhi mar labaad hadal kuma celinin buu ama ha jiif ama soo jeedo hadduu jiifo iyo hadduu soo jeedaba aabo waxaan kay weligaba xataa mar labaad kuma celinin buu xataa hadduu jiifo ma aqaan dhab wax toosiya isagoo quurinaya hadaan meel fog hebelow ka yidhaahdo aabo le waa soo waa fadhiyaa odag intuu ilmeeyey buu ilaahu raalli baan u kaay ka raalli noqo konton jir buu ku dhintay waan saaxiibana iga sheekay waalidku marka iyaga carruurtoodii bay kala jeclaanayaan xagga qalbiga maxaa yeelay carruurta iyaga
كاكسبان جعيلك يو وناق يا قلبي كاكسبان من النعيب وشقيسنا يا هبار ينكاري بلايو دمر كن واسدو كلي هذا يسنك كاجلي زو سررتك وقول عنتو جوش وقول عنتو ور وناقسم بآذن كهلين هذا ونا يلسو يستك قلبي وإن الوصي ما يسوع ريسا مسوع ريس يا هرجع أثمان ده بيلته أيضا السيدة طيها دنا حق الله كساري إسكا إلالية إسكا إلالية هل كنا إسكا أو الرصدة رجعنا هل هيني بودو بدن تبانو بلايدي وهذا مركب كبغدان عدالة الدرو دي كله ومبده هلا بديه هلا جورسدو عدلنا هلا جود داله وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا استوصوا اسودر دارما بالنساء دمرك خيرا وناك اسودر دارما سدا سانو نرو لقبين جري لكن الاستيصاء في العربية وقبول الوصية دردارك أقبلوا نبي قد دردارك إذا لا دردار من دمرك كهالله ينحقه ذا إلالية إلالية إذا إيري دور أو إذا أقبلوا اللوتشي ذا الاستيصاء في العربية وقبول الوصية أما وطلب الوصية من نفسه أو من غيره وحال لي التجريد قصة من النفط هذا التجريد هو معي وين أضوه في البلاغة وين أضوه الروح لبعض اكتو أضوكها القبسته وعن النفط هذا كسو قاداو إن لقاد البيو أو لقاد عدسانو يسي أذك إن الضمر كحق وده إسكي إلى ليس لا بضع معنى كفة سنة علوم بضع في السيساقة إما قبول الوصية وسيد اللي بدأ يهيئة هي إما طلب النصح من نفسك للنساء يا نفط إن أتكدر لابط إن أضاعض النقطة أذو قرصورته أتكدر داش الضمر كحق هذا لا بد معنى أي علوم استيساقة كوفة سيران لأن أقول لكن إسقدر دار ما ده وصية دي وبلغوا فسير جل وعلا معنا في عن محمد استوصوا إسقدر دار ما خلاصة وام حي التواصي بلغوا فسير جل لكن معناه أي دي الشيء لا بد قيبه ده أي صحة ولا اسكو دردار ما يدين كنا نفتينا وانا اقو دردار ما دمر كد دالا كي ميل كغ دحاي حقود الظلمين يا اما غاسرينا قبطو يعده خير فرا وانا او شيغا فان المراه هوين يدو خلقت وحالغا ابوري من دلعين فيد بالغا ابوري وفي روايه الحديث فانهن خلقنا من دلعين دمر كو دنبا ايا وحالغا ابوري فيد وحا لو جيدا اصل كود جنسيغودو هويدن حوا لو جيدا ابهن ادم أزوج الله هالقبسناي يا إلهي حورنا يا بن آدم كم حايدين كأبو ري عرّ عيد بانه كأبو روحان لو كذا أصل كأبهم بالتنواسيد وكله وإن أعوج ما في الضلع فردا مشد أقلع سو حاوي أعلىهم مش السريع فردو مركي مشد دودك الجلال دودك الجلال أما أي شفك إسكاب صدام بأو قلع بدل لفروارك تهلك النواسيد وجلان لفروار تقول لنقول لها حنقول لها أنا وين قالان سو ما تقارنا مركب ماشي لف دبر تكجشوا يا أبو قلع سنو سوسو قدونا قرب بيلده أنت نروح له حيو بيرق الحسن طايبة قلع عم بكتير موين سو ما سو قدنا ما بقول له وإن أعوج ما في الضلع فيردا وح كجرا أما حبنا هذا ماشي أما قيبة هذا ماشي أبو قلع بدن وحوي أعلاهم ماشي السري دبر كجليسو فإن ذهبت هداد إذا أنت محاك يعني فقرضا من حيث فائدته وإن أعوج ما في الضلع أعلاه علماء قرقوا حيلين فائده وحوه نبوح تلماما يا فير بها دمر كاللغة أبوري قيبت أصي قلع بدن أقو دنبا بلغة سي أبوري سيقو حد كده فير بلغة أبوري لكن فير دا قنطة يدا لغة أبوري جيس كده قلع سوي فإن ذهبت هداد أن تقيمه عفوا تقيمه إن التوسسه ماشا قلع سن إن التوسط في الصداد ده معلوم كسرته واتشبين وإن تركته وادات سيسة كده يسنة لم يزل كما بحاية كما زل أعوجين وقلوا عني هاي فز أبدا يسيدات هاي مركب حاوي جنسي إيا طبيعة بشر كإيا ضمر كا أيابا قلوع على لغا أبو ري قلوع لغاوة إما هاي وحاد أبوغ لغاوة وحاد قونسة لغاوة إما هاي دول قاتو أو غير كنا نضغضوا نبو إن الله عليه الصلاة والسلام فاستوصوا اسو دردارا بالنساء دمرك خيرا بمعنى اقبل دردارا كيغو اود القاط الصبر ويه اذن كنا خير كاسفرا معناه سو النبي جل عليه الصلاه والسلام وفي روايه في الصحيحين روايه صحيحين كتمد وحا كجرى المراه دمرك اما هوين يد كدلع فير بين لتوتا ان اقمتها هذا اسو ددين توس كسرتها واتشبن وان استمتعت بها هذا اسكا دقمادنا استمتعت وفيها عوج
waxaad ku dhaqmaysaa ayadoo qalluuc ku jiro, waxaad la noolaan weeye ood dhaqanaysaa iyadoo qalluuc ku jiro. Idan waxaa weeye ha isku dayin weeye inaad aad toosiso ood markaa aad ka dhigto murmudhi ka dhigto, ma soconayso iyadoo qalluucda iska wato oo qalluuca ku jiro iska canaanso oo iska dhagaabi oo waani oo wax u sheego waxaad ku aragtay iskaga ka sarriigo oo wuxuu markaa sharci ahaan loo dulqaadan karin mooyeen reerkaada iska dhaqo. Soo dartu ma xukuma maahan dumar ama ka samir ama u samir, dumar bay dheen ama ka samir oo furadda kala taga wey ama u samir. Nin dhowray kama dhalana way yidhaahdaa, nin u fiirsaday kama dhalana way yidhaahdaan. Waa dhallaan raawd waaweyn bay sheegaan maamaayo fara badan oo dumar ku saabsan oo in laga sariigto oo loo dulqaato oo loo wax reebo oo loo turo oo gobonnimo iyo islaanimo ku dhisan bay leeyihiin oo aad u khayr badan, taasaa fiicnayd. سداسا لغو ودو. وفي رواية لمسلم رواية كل مسلم وحاكوتم إن المرأة خلقت وحالك أبور من ضلع فرب لك أبور لن تستقيم لك كوكو هكاكي ميسا قبردو على طريقة ودو كوكو هكاكي ميسا وضي وضي هذا قيري دي سواد ولا سوش يجي باوا قبرد لو أروس موسى دير كيا موسى داود مركاسا واقي بريب قبرد قعنت سوقبت nin weyn oo oday ah waxa la intuu gablami lahaa bal uun in wax laga reebaa la isku dayo reer dhan baa isxil qaamay gabadhi baa yaradkeedii la bixiyo oo suuriya la bixiyo odayga dhalay wax loo geeyo waa la habeeyey hawshii shilna soo kama bixin arxan iyo qaraaba la intuu gablami lahaa baa la wuxuun laga reebo gabadhi baa guri loo geeyey waagi ka beriba gabadha gacanta soo qabtay bas bay iga tahay waa iga furantahay buur war maxaa jiraa la yidhi ruux weynoo iska yelyeeli anugu ma hayn karuun dadoogtay markii hore qorshaha bay loo sharxay ahayd seminar in loo furay ahay oo course la siiyo hawlahan dumarku wax yihiin iyo in ruux weyn iska yelyeeli yihiin oo iska daraan dari looma sii sheegin baabu sufiyad bas kaga jiray dariiqo iska ah meelaha iska siyaara qaadan jiray hore u batay markaas la balhalla badbaadi reerka dhannaa wixii ka raaci waa looga marka waxa wa lan tastaqim laka kugu hagaagi miso waan iskaga halqabsan ba adeer booduqiyi ahaa muuse waxaan ugu riixayo howlo kale jira lan tastaqiima laka kugu hagaagi mayso calaa dariiqatin jid ka bixi maayo. Riwaayo kale cadaysay lan tastaqiima laka calaa khaliiqatin waaxida, calaa khaliiqatin waaxida dariiqada nabi wuxuu u jeedaa hal dhaqan, hal dhaqan oo wanaag ah kugu hagaagi mayso. Waxaad kaga dardaaranteed ku ogeyd meel la dhigi mayso oo ninkaa wuxuu yidhi ruux weyn iska daraan dari arumahayn karuur fa in istamtacta biha hadaad iskaga dhaqanto ood iskaga dulqaadato istamtacta biha waxaad ku dhaqmaadi ood aad ku raaxaysan wa fiha cawaajun iyadoo qalluuc ku jiro qori qiiqi waa lasla tuuraa halkan kama shaqayso. Dumar marka la dhaqahayo qori qiiqi waa lasla tuuraa ma socorayso, waxa weeye waana dulqaato oo roroosh noqoto oo biyo madaadsan noqoto ay dumarku kaa adkaadaan saas hore ku dhaqmahaya. وإن ذهبت هدا دونتو تقيمها إن توستنا كسرتها واتبين وكسرها النبي حول تبين تيدنا الطلاق فرد ويهد إن تاسو شيطان رادين إياه وإنك إذنك مرأي سنة كون مرأي شيطان واجب بريا بعيدا بودراه موريان يأردالو مغالا دكو سيدين إيا سوقا إيا مسلمين وحليه هاي داد كان مسلمين تاكو فقادو دين تسلان كسار ومعسي كوريد وريره لسندوية عرشي إيا كرسي وين بونا بطر لغان هيا riboodkii baa loo keenay galabkii waa warka la keenayay adu maxaad soo qabatay hebel iyo hebel baan isku duray waa isu gacan qadeen feer bay isku qadqaadeen waa walaalo way heshiin doonaan duqey baa ka adeega akhyaar baa ka xaajoon doonto way iska dhamaan xamaadan qaban hebel baasan u wadiib shirki iyo gaalnimo ku dhacay baribu toobad keenay iga fadhiisuuleh xamaadan qaban oo maxaad rabtaa kuba dhihi anigu hebel islaan sidaan isku diray bay isdalaaqeen adaan ku baahnay buu leh kaale bilad sharafeed buuse nobel baris buu dhiibahayaa. Shaydaan Iblis wuxuu ugu jecel yahay reer dhisnaaba dumay oo kala tagay, muxuu ugu jecel yahay sabab reerku mar hadduu dumo caruurtii baa baylihi, caruurtii baa dayacmi, usradii baa dumi. Muslimiintu waxay ka dhismaan firdi saalixa oo reer asaasa usra saalixa, usrada waxaa ka yimaada shucba iyo mujtamac, mujtamacna dowlad buu dhisaa. Haddii asaaskiiba hagaagi waayo oo reer iyo kala socdaan oo furitaan uu socdo
هاد محادث ما ياسو إماري بلشدو رم بدميس شدك مركو فانسية ماش المسلمين تلقى قال لقى قبطو قرنية نكر هير إسلام سود دميون أقول شعلي وبلاد شرفات وسيا يا بالقد سكيل علي قوله النبي عوج هو بفتح العين عين كل كربة عوج لا يده ذوي يا والواو ولا كربة عين كي ولا كربة ولا كربة ساسانا بدن ساسانا بدن إلا كسرنا والله آخرية عوج لا يده عينك إلا هوس دقو ابن عساكر غير كي أيه وحيب حركين وكضبطين كلمة إن عوج لا يده وعينك الله هوس دقو أن لا كربة بين بي يي أسوق مراي جماعة من الحفاظ والنقاد نويب الرجحان وعينك إن لك سروي عوج لا يده قال لو حيد أنه ما هي أنه كلا قادنه هذه شيء تاجن لقها الله أو قطمة شيء قطمة هذه لقها الله يقال له عنه كجره عوج بالإيداد بإيداده إذا كان شيء منتصبا أو شاخصا تيرو كلي جيدو كلي روح تاجن أو كلا وحو هدو قطمة قال له عنه كجره وحال إيداد بإيدادين عوج بفتح العين أو أي الفاء عين تأيوه ولا كرنبه هذا شيء وشيء معنى أيها أما الرأي أما كلام أما عقيدة أما مذهب بوية هنا عينك هلا كسريه عوج هلا يده هذا يان لسكو خلدين بيده هذه إذا هذا مركم هذه التفريق على مره هل كان وحصحين لآخره عوج لا يده قال له عضو مرك كجرا قال له حس أمها يجاب كاتوسون وكاقر حسن هذا بسبابيري هنقول له يطرب له أيوة من مدبا يقول له النبي كلم عوا وقال له معنوية وحق الرقنك يا مملك يا هجاجي توسنانتا سوسيدا ما هي وحي مرك الرقنك اس الا اذا هي عوج ولذلك ابن عساكر يا جماعه الضبطيه عينك كسر معناها سي اجيدا ولا اسوق اللغه وحو يقول ونما تفصيل كاس وحو كما جراني هدو حسي هي اي هدو لبدو وحابنا ان عوج ليدا وحا كلو با ان عوج ليدا وحا ودان وحو كما جراني حلوى نادر وركا وليمد وشذوذ بي وذا درده هذا معنى أساس كي قتشري أما كسرية أما كردبا لكن وحلو بدن هاي وحي حسي إيه قطمي إيه شاخصا إن عوج ليد هذا وحي معنى أما الرأي أما عقيدة إيه كصابسا شيئا موقننا عوج بالعرانية قرآن كنا سيداسا يا كم موقتا ولم يجعل له عوجا وعن عبد الله بن زمعة ابن الأسود ابن المطلب ابن عبد العزة وصحابي مشهور أنه سمع النبي النبي مقلي يخطب النبي وخطبة أخرى أيوم مقلي وذكر الناقة ومعطوف على محذوف يعني النبي خطبي ومدواني وحاي وحاس وشيء كان وشيء كان وشيء مركض ربتنا صوق قابسته وذكر هبل با نواني وحوشي يا قبال الله ما وذكره بكرتد روح وحكها الله هبل با هذا الكفوري وحو هذا الكو داري بالله قيب بركه سو قبسنيس وركورن مكيني كرتي يا نبي محمد با يا مقلاسو خطبين يا وذكر الشيغي بعد كلام سبق ومعطوف على محذوف وذكر وحو شيغي بعد كلام سبق الناقه ناقه بلا صالح بو شيغي يا والذي قال كعقرها بقنو غيهش قدار ابن سالف بالله هذا سندنا شيغتي قدار وقافه ابن سالف أي النبي وكشيكي فقال الرسول صلى الله عليه وسلم رسولك لا يحرق اقتباسا من قوله تعالى إذ انبعث أشقاها مركب بوذي نويد أما توجيري كي أخير درا ريال صالح انبعث لها شوحا أبحي أصبحي رجل عزيز أود له عزيز كمرنا ننك نادر كي رقا كوير إن رقيت كدرع على إيدا مرنا غالبا أود أيال الشيكا عزيز شرف لأما أول في قوم بلوج هذا عزيز مواشدا كافرا عارم قلفسا قلفسا وككن أدوسا ككنين بهاشا كما بوديني منيع أن أكيس لمري كريم ذو منع رواية كري حديث كعدسي يعني ذو هوش ميشو مر اللي مر دوان كرا طل يا المآذير يا قال قرب تاقم بولي يعني. منيع يعني للدفاع لأكبر كان في رهطه تلك مركو رح جوه نبي حديث قدر الرواية كله مثل أبي زمعة مثل أبي زمعة أبي زمعة وايو وسحابي أووي عبد الله بن زمعة أووي وي وقال أها قريش مكو دحت
meeshuu ka hadlo aan dabadii laga hadlin, geedku jebiyo aan la daba marin, meeshuu xariiqo aan loo dhowaanin, hadalkiisu uu hadalkooda yahay, wuxuu goomay uu go-aan u yahay, wuxuu soo qado uu qaadan yahay, wuxuu ka qaadana uu ka qaadan yahay. Nabi wuxuu yidhi, wuxuu ahaa ninkan shaydaanka Qudayr ibn Saalif marka tolkii uu dhex joogay reer Saalix dhex joogay qowm Saalix uu dhex joogay, midlu abi zamcata fii quraysh. Abi zamca waa maxay? Waa cabdullaahi awowgii weeye, cabdullaahi ibnu zamcata ibni alaswad, waa aswadka aswad ibnu mualib baa magaciisa loo odhan jiray, kunyadiisuna abu zamca loo odhan jiray. Ninkaa uu idinku nabiga ku halqabsanay, gaalnimuu ku dhintay abi zamca, diinka ma soo gelin, wiilkiisa zamca ahaana yowma badr baa isnadeed isagoo kaafir ah, muslimiinta quwaxay maalinka ayada, qoys dhib badan bay ahaayeen. Waa qoyskii uu ka dhashay Zubayr reer bani asad, qoyskii wey. ثم ذكر نبي وحوش النساء الضمر كوشيغي إنا كفيناك المستهزئين منك اللي يدي بكتشرة أبو زمعة آيات أي شت المانتة تضدوا من لحد إنا نبي إلى يكوها القبصة دي بكتشرة قال لهم نقول لهم. ثم ذكر النساء الضمر كوشي إذن عروة وحويل وآدم بي أيان حديث كان تبيي بولي ونقول تبيينين وعبد الله كان طلعي markaasuu carooday buu markaa idhi buu waa rajulun buu ahaa casiizun caariman maniicun fii rahatihi midlu abii zamcata buu carooday. Yacni awowgaa uu leeyahay wuxuu ahaa gaalkii dilay hashi nabiyullaahi saalix, xuwa mowta waad kullaanaysaa, hilib baa jire, markaa istajinayo markuu aan saxaabiga xadiidka ii sheegahay wax dhiba umuse arkayni in midlu abii zamca nabigaaba yidhi bi cizada iyo awooddii raganimada kale waa gooni, diin xumaduna waa baab kale, hasku khaldin. Marka waa fawacada fiihinna, fawacada almuslimiina fiihinna ay fin nisaa, muslimiinta ayuu wacdiyey oo nabigu uu ka hadlay dumarka xaqooda uu kala hadlay. Wacdigu waa la isku hayaa cind wacdigu fi lcurfi alqur'aani waxaa weeye atadkiru bilkhayri maca atarhiibi waatarhiib. كتاب إلى وعد مشهد قرأ من سورة الفاتحة إلى سورة الناس وحن غدا ابن تيمية كهلي القاعدة القرآن في الوعد واضح حي وإن خير كان لغو حسوسيه حمهنا لقى قديه يضل لغو دريه إن خير كان لغو تعليسيه حمهنا لغو نعبيسيه النار إيه وعيد للدبرده خير كي وناقنا شنا إيه النعمة للدبرده والتذكير بالخير مع الترغيب في الخير والترهيب عن الشر. إذن وعد وسيدا سوي. فقال سبحانه وحول عليه الصلاة والسلام يعمد أحدكم متكيم حوقز دهياه إنه هواني دي سيد دلام أوقع عن غاضه فيجلد دمرأة وحاس كيسيبو كرباشيا جلد العبد وفي رواية جلد الأمد سيدا أضون أما أضون كالله قرعي نمن كينا واسيا اسكو شيئي سيدي أشايا أضمه مساكين تؤدلان مياد دمر كين أدريسا فلعله حلق يابا يضاجعها انه لا صيح هو استبعاد هنا من اخر يومها مالك نسكي سدنبنا هو ان انت غانت قبصدو وكرباشو ودلو سيدي ادونكي او غراعو يا لا يبه هدونا انه حاس كدغتو واخ كديو وا لبا اريمود اد او فولخون نبي و خوله هي نين عاقل وسن جمعين كرين يعني عقله عرفي دقنكم ما كيري روح ادليس ادنا ان اد واخ كديدو وا خو فولخون تاي naxariista iyo qalbi jileec iyo naacawd hadda alla soo ordayso maxaa hadday lagaaga waayo markaad gabadha karbaashays isma qabateen nabigu kale day u leh. Uma intaa kadib waa li taraakhi midaan wacadahum nabigu waa waaniye muslimiinta fii daxikihim qosolkooda ayuu ka waanshay min addartati neefta ay ku qoslaan ruux markay neef ka timaado qosbala laga jiidaa meelaha qaarkoodna ceeba maa laakiin soomaali dhexdeeda waa ceeb walla sii kala daranya qoli anugu waxaan garanayaa meeshii ay neef kaaga timaado taallaybay ka dhisaayaan imara qallafa la yidhaahdo meeshay neef kaaba timaado dhagax bay ka buuxin waa laga dhex tuur waxay noqon ba taallo weyn weligeedna waa la sheegi waa meeshii ay hobal ay baasho kaga fakatan baa lagu hayo meeshii lagugu lagdo ama aad ku kufto ama neef kaaga timaado taallaybay ka dhigaan hawsha way dhib badan tahay. قل يا أنواء أرض الله أنا ذنبك ما لا يجو هذا الله فدي إسكن نفسنا يان هذا القصة شغلة يقول يا أبي
hawlu talaba ma indigu cashir kooda qasanayay iska neefsan asagoo socdo iska dheefsan gurigi baad doon neef ku soo gali oo kaga bixay hawlu talaba nana ma hada wada chocde wallahi yaabis barka waa aaraaf dadkay ku xidanta nimana alxamdulillah ila wabi raadinayaan inaguna sa isku cilileyso ee kaliya ku cadaaraya sawirka ma haysa kulbo waa dhaqankii meeshad ku soo kortay bay ku xidanta nabigu laakin waa diiday oo in lagu qoslo ma banaano xataa dad dibsanayso iska waxa weeyaha iska dulqaado وقال سبحانه وحوله لما يضحك أحدكم متكين محوق قسلها إياه مما يفعل وحاسق بالصمين نفت ديو بكاء إيمان يسي محاها دي ولالك كتما دادو قسل ودي بجرا بعد السلف بركي يحوش سوار دعا دعا كبقا روح إنو يحيحو ويسدقى تكترين حاتم الأصم نين لأورن شريبا وعلا إلو أن أذق يمبنو السلف وليان زهادة كمدها يا مالها وين أتمت سؤالي ويدينيس مركاسو ayadoo la hadlaysaa neef ka imaatay gabadhii waxaan maqlin boo iska dhigay xuri igu cilay hadalka tiri wuuna maqlahay uu ka dhaga fiiqan yahay igu cilay buuri way ku cilaysay su'aashi kuma maqlay hadal kor igu qaad buuri kuma maqlay hadalka kor igu qaad kor bay u qaaday markii aad u dhawaaqday yuu hadan ku maqlaa waxa iska dhaadhicisay inuusan hawshi dhacday uusan maqlaynin falaadi baa ka fuuqday yahay xibaa ka tagay su'aashadii baa wadaatay ragga hawsha ogaaba waa gudub waxay u bixiyeen xaatim al-asam maalinkaas loo bixiyay xaatimkii isdhaga tiray wey isagoo dhaga qaba wuxuu isu dhaga tiraya inuu ruuxa muslimka uu san ka yahay inuu ka khajilin oo caabtisa asturo tayib inagoona marka qosol bay ka jiidi lahaynba qol yar yaqaan laafana taalay ka dhisanay meesha ayada muttafaqun alay yaani nabigu wuxuu jeedaa waxa adigu aad samaynayso cidna ha ku dhalaacayn ha ku dacaayadaynin walcaarimu bilcayni almuhmalati walraa'i huwa ashariiru almufsid waa ninka sharka badane wax bi'iya een wax wanaajinin wa qowluhu in bacaha nabigu ihi iqaama bisurcatin si deg dega halhaleel ugu orday adaa isagaa shaydaan ahaa idan nabigu calayhi salaatu wasalaam khudba dheeran uu la istaagay buu ka hadlay dumarka xaqooda in la iska ilaaliyo oon lagu xadgudbin oo loo dulqaato xumaha adigu ku saaran ama aad samaysana aan axadkaa lagu ceebaynin wa can abi hurairata radiallahu tacaala canhu qaal qaala rasuulla sal alay wasalam laa yafrak yuusan u caroonin mu'minun mu'minatan laa yafrak mu'minun mu'mina yuqaalu farikat lmar'atu idaa abgadat aw abgadat zawjaha ayaa la yidhaahda فهي فاروق وفارق لبدا معنى بي كنت ماذا إن فاروق ليدا دي فارق بوي وي اسمي هذا فعل والله قد ديغا إذن وحا وانا خسيق كلمة كنت ميد في الزوجين فقط لو ما استعمال أدولي والاك بارو عروض أمان نعي ما استعمال كلمة دان وما دقون كؤة بغد إيا نعيب كإيا اسكو دعاك دح دعا نينك يحاس كيس ما دخاس كو أوي ما أعمل ولا ما قلي لا يفرق مؤمن مميسون لبسن مؤمنة هوني مسلمة يوسن نعن yuusan u caroonin yuusan ka dudin in kari haduu koodo muxuusan naba la oga dudaynin in kari haduu koodo u dhibsado minha min almar'ati almu'mina khuluqan tabci uu ku diido wax ku qoonsado radiya minha aakhara tabci kale ugu bagu arkaaya isku dhamme allah laga helaa ruuxa bini aadamka haduu meel ceeb ku leeyahay meel buu ku fiican yahay meel baad dhibsan meel baad ugu bogi maalin baad xugo wejiga tubi maalin dambaad farxi ka farxini dhaqankaba sidaa iska ah marka sidaa ku wada wey aw qaala annahu wuxuuyi gayrahu radiya minha gayrahu buu yidhi yacni dabcigu ku nacay mooyeen mid kalaad ugu bogi hadday baalitoy basari tahay caruurta laga yaba inay u roon tahay tolkay u roon tahay waxaa laga yaabaa salaadahay ku fiican tahay diinkeeda ku fiican tahay caro asuukay ku fiican tahay way afgaabanta hoos jabaqda shaqa darsu ma maqlo meelad ugu bogi ruux mu'min oo siis buu qurub nijaasa lamaba jiraba khayr badan baa iska jira ee dulqaata way waa la isku dhaqaaya isku celceliska hawsha lagu wado rawaahu muslim baa warshay wa qawlu subhanahu wa yiri yafrak huwa bifatxi liyaai wa iskaan lfa faada iyada koobaad waa la kor dhabayaa faadana waa la reebaya wa fatxi raa'i radana waa laa yafrak wey laa yafrak baa la odhanaya ama laa yafraku oo markaa laga daayo marka aan laga dhigin nahyo oo laga dhigo
نفي أو بمعنى النهي، خبر بمعنى النهي، معناه وحاو يبغض يصنع يصنع. يقال وحالون يفركت المرأة زوجها، هون إنك يذبي النعضي كض الضي، وفركها زوجها زوج كذا وارد بصدوه والنعي بكسر الرأي يفركها بفتحها، يعني فعل كما ذنا والله كسر مضارع سنة والله كرب يا أبو شيخ وجد أي أبغضها والنعي والله أعلم. وعن عمرو بن الأحوس الجشمي رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ودردار كان النبي قدام بين المسلمين تسجد ولها الله عدد انت عدنا وهر استاغ سبحان عليه الصلاه والسلام انت نولابا ترى انت له مسلمين ما نيكو قدام بين سو الله الله اوغن هوريس حجك سجود اسك يقول اسولا مقلي بعد ان حمد الله تعالى انت لكم هذه الهي ام هذه كذب واثنى عليه فلا امانه الهي امانت سو ركاديه او علعليه درب موسى مرنا وذكر إله أمد حسوسيه ووعد أمد وعبسي قليه وعدي بالوعد في التذكير كي بالوعد في وعطف التفسير أي وذا دليهن للتأكيد إن وحلا روجيا لسكوح لبضع رأي تذكير كأي وعدك ومركز مترادف بقولها وتشيدان لكن سيدنا صومر ويكل الدوين ويكل الدوين تذكيرك بالخير وفيما يرق القلب ليلة هذا تذكيرك قد وين هاي وعد وسيدة صحراء التذكير ومحي وإن شيء خير لو حسوسيو ولو قدابيو ولو قرواقسيو خير كاسو قلبك قدب عايو هذا هو التذكير. أما وعد وإذن سو الشيغي وأمر ونهي مشوب بالتخويف وترغيب سو قابي وعد وأمر ونهي مقترن بالتخويف والترغيب قران كنا سيدا صوت المام. ثم قال سبحانه وحول مركم مسلمين تخيرك حسوسيي او الهي حسوسيي او جنة اشيغي او نار اوغدغي او حلبو كحما اوغدغي وح ولبو كسوانا اشيغي قال وحول الا مسلمين واستوصوا بالنساء خيرا الا واستوصوا بالنساء مسلمين هوينك خير سو دردارما دردارن كي دمرك كسبسنا اقبل اوغان سما فإنما هن ضمرك وحاوي عوان أي أسيرات عندكم ويحليهن ويحبسيهن وقعنتين يكتشران أكتين أسيرات عندكم ليس تملكون مهنا نيسان منهن من النساء شيء شيء وغير ذلك انت أنكاهين إنه قعنتين يكتشران وإذنك أمر قاتان ويفصح قاتان وإذنك إذنك ضمبيا وحان كاينت كل يدين ما يجرته محيلا قبرنا مسلمات ده أمريكا لقوم مهرية لقوس ورجيو قريبا إذا إنا يكبح الله ما أقول أذن فصحين هو يدث مسوا سلام كرتوا أذن فصحين أما كائدا قادن أبيه أمته كرتوا أذن أيضا كائدا قادن ورال كيد قرابة أهل كيد دنت إذا أدنيو يمد إذا آخر مساجد هؤلاء صور دم باي وحبر شذو ذا وإن زوج كذا يكف سقاط شعوا سدا قرشة أيوس وصومالي هاي الدم بيه هذا ترى هذا محاضر في سقانة ويدي وهذا هناس بدر مسيروي والوله الفعل هو قاضي هي جوارنا خلدم بلا أورن ماي هذا دال على غور راع الصومالي واتقانا نبي كتيبه كه عليه الصلاة والسلام إن إذا كدم بيان ويجعنتي نرد أوران أو إذا أيدن كو ويديان أو وحي السماء إذا كلا تشدان وحن كأهين وتقول يدين متشروا قبل أنت الله تمادن حق إذا بالله قربا هذا أنت الديدان الناشزات بين قونيا استقرب أرد كاشر عظم ما أقوله طيب فإنما هن وحوي ضمركم مركز قرستين عوان وأسيرات محبوسات وعندكم ما كلا فير مع أسير محلوية قلنا أسير كن إنك ماشى كحدة بكور سوايا أسرع صاحكم مرة الباب كفوري كحري هذا صيحه انتظر عن صباح نين كذا سامم بولا، دمر كونه حقوق الصاران ما كليه، ونن كود وكله هاي، ينو ماشى سوق واسكية هاي وأمر تلاقى اللي جس سوق هاي، قعن رافيو خروج على إمن الله قال ما كليه، قبله وحكي دقيين أسيرات، كلا دم شرعي غير كأخذ نقن، إسكار أرض مصر عريه، عمر محيول مركو أنصار لق نقاش هاي، غمد سيفاني في غمد مستحيل بول. سيفاني
في غمد لبس فوت قال إنا وذا قالان سورة قال ما منا أمير ومنكم أمير بين أنصار ما يقول مسلمين توا قال واحدة هل قالوي قال ما حقله هل توري أم هل سيف لبس توريود لبس فوت قال إسكوجي ومش معقول خير كان وخير يرو مسلم والدولة يروي أمير بو بانية أمير كواكما وهذا جمل حكوسا كحوين كسنة وقبرنا مركو إن لك لا تنبيه أديك هذه حلي مسلوقود يبين إن الدقة تلامع قالوا على إذا نقول نتقن فرس لو قد دقي إن أبو حريب تاض الربا طيب نبي قلت رجب الله الله إياه وعنانا إلا أن يأتينا إن لي ما دان مين بفاحشة حمان مبينة عض ومقاتله أما الزنا هالنقطة أم حقوق رأي كنت إن هالنقطة دم بأي جلاين اللجوء إذا أما لو تعزيره وحن كأهين لو تكح قد بكرتان ما تشره فإن فعلها ضيفا حشدا لي ما دان فحشدا زي دي لي ما دان وحد قد بأي ما دان حقوق لي حقوق الملك قد عان فاجروهن في المضاجع قوش كقد هذا بنك أكل إسكسيحه قلوا عدم ما يفرش كذا كوتشي فدبر كود من حظ ود هاي تابون يشرك يشرك هاي يوسف تابون يقفوا فاجروهن كقد إرادة في المضاجع جوجش كقد إرادة وضربوهن قراعة ذي أنت أنفعوا ويدو ضربا قراع غير مبرح أن يبين أن لفجبس هاي وحيد علوم الضرب غير مبرحة وامد كان بر وين كيرين هلب كان عند الله عينين مركاد محل الصمام بيدي ودادو شيخ سلطان وحورن جري رحمة الله تعالى عليه حدوه جري حل الدنب أو دير الدافة أنت بيلا برفيو أيوة شفت على قبل بلو بيقبو وقيب قرا عيدا كم يذهب نما أنقن بيقبو على قبل بلو أما تصبح على قرا أما خم ما يقع عضي قال فريا حو دكت على يرمي روجنا يا سيد عروت يرر كايو ذكلي باش اللي سقوا دبيو بود نسيلو صلبحو هذول الإسحراريو شغل أجادين ما شاء الله ما بعانو رجعنا فانتين بيلتة هذا قربان كنا إنت تان قربان نمر أجادين يقبضون يقول إيه دكتور حالي حمام بيجا قادين عبد الله كم الله بعد بحن ماي غير مبرحنا أي غير شاق يا لكن دي بحنكو أجادين بإن لقد درن ياي وقولي وحاب ترى نجو قولي قولي أبا حبط ولا بحبا نمر رمدو قل يلا يقول الله يدي وحوضه وبيكل بحها أيام ما كيك عن قاده أنا قابلت عن نيبة وضربهن قراع ضربا قراع غير مبرح أي غير شاق برح أي شق عليه وبرح شق أنت اللاعين أون لبين لكن حوذن يؤذبن إياه هذا تسقط بطنا وين هذه مش تجي سما بتقانم فإن أطعنكم قبلها ضيدا يلان ويهجان سمان فلا تبغوا هرادن عليهن الدشود سبيلا قيل أتكدشان مرة بعد قبل دبا إسكاك قلتي وهذا هو بالرحال الله بيكو تري ما هذا هو من كنت هورت السنة ذر محسدا ويش هقبل الله بي روحي لقى بس وتجي قيل آذ كل دبا تيسا ما آذ قبل دم ب دم بأي سنة يا لو دون دوني وحصورنا ما ضينا يا ندي بلقون نقوني ألا إن لكم على نسائكم ضمرك إن وحد كل يدين حقا حق بات كل يدين ولنسائكم عليكم حقا ضمرك إننا حق بيدين كل يدين ولهن مثل الذي علينا بالمعروف وكله ضمرك حق بيدن كليين إذنكن حق بات كليين فحقكم عليهن حق آد إذنك أيها كليين وحاوي الله يطينا نسا كسو استاجنين فرشكم قغشين يقرقين يقولكين من تقرون روح هذا بسنة إسان قرق هذا يقولك هذا يمشى دقنت روح أذور أذر هالك أين إنسا كينين ولا يأذن أيسن فصحين في بيوتكم بريهيننا لمن تكرهون عيادك هنا إيسان ودبسان إيسان مكي الكرار ألا وحقهن توامرك قري كنديس أيضا بحدة هذه ما لا أبحي كرتم مجرت أيضا فصح إيسان أيضا كافصح قد فصح قد أمامد قار أهاني وذلك هدين بضم بعد إسكدنا إيستاو هولا بضم بأيكار داتون قرابا أذاو مكان أن تقاو عشر بان سوقاتاو هذا وحي خير هذا فصح أنت هذا كله خير ويل وإن هذا فصح قد قبله قاطو أما متجار أهان هذا يقاطو وهذا يربطينه إلى أن نقطو أهل خير أو جنات مال في عنك تكتة هذا شغل الصومالي أي تانا ده وشود وقولي
ألا وحقهن عليكم حقا يجو إذن كل يهن وأن تحسنوا إليهن إن ذو إحسان فشان إحسان رسول الله يا ما حق بس الثمين يسميه وإن ولي بوناق الله يقول دروح في كسوتهن أرد بحوضي وطعامهن الراشين كذي بيلك رواه الترمذي بوري حديثك وقال حديث حسن صحيح قول النبي يقول عليه عوان أوي لعي أسيرات والنبي يقول جيدا جمع عارية وي عارية مفرد كيدي با عوان لغو جمعية بالعين المهملة عين عند بعلم بالاخنا وهي الاسيره وروح حباسن اي اما حبس كجرا اما حرم با ان حرت عين بالغدا والعاني حق كلنا وحويه الاسير اسيرنا عاني لورنيا لبكنا عاني بالورنيا شبه رسول الله رسولك وحو كشبه المراه وينيد في دخولها قلد اي قش تحت حكم الزوج ما ملك نينكيد اي هوستغيس نبو وحو كشبه بالاسير روح حبس كجرا أول مرة أسوق خيار كيس أكو شقي سنكرين خيار كيس أنكو رقم كرين أنت يبنان كتشوك إيمان كذا قصة عن إنسا مرة هذي نين جورسوتي ريري ولا مسؤولية باسارن مسؤولية دون مرة حق دور بني حلب وكين يا يا إنك ماشي مسؤول كها أمر كي يطلع اللو دايو وضرب المبرح وحوه هو الشاق الشديد ومتك درن إيه هذا الشاق ومتك دبك بدن الشديد إيه درن وقول صبروا فلا تبغوا عليهن سبيلا اي لا تطلبوا طريقا تدي ودها دندون يقيل تحتجون به القب ستان علينا دمر كاود قيل كدغه اد كدباتيسن اما اد كدولنتا وتؤذونهن به اد كدبتان مركا دب او سوجي والله اعلم حديثكم مركا كي جابر في صحيح مسلم باكفعنا انه كان حق قوده سنتكم انكم الله حديث كان عم عمرو بن اعوس حديث لما معنا اي في صحيح مسلم كي من حديث جابر عند مسلم وأحمد وغيرهما إذن ساس النبي عليه الصلاة والسلام دمرك أوجه الله أيقون وين حق الدوران أيقون الحل دوران لواحد قد بن هل كلا دذالو هل كان رون النبي عليه الصلاة والسلام وعن معاوية بن حيدر رضي الله تعالى عن قال وحور الصحابي قلت يا رسول الله واجو صو إسلامي صحابي قال معاوية بن حيدر وحكيم أبيه بهز بن حكيم عن أبي عن جد نسخذي سند كمعروف إلا يقاني محدد كود هذه الجريان وهي سند كاني مرك مركو صو إسلامي أي النبي سؤال بدن ويدي توحيدك كلاها الله إسلامي بدو كلاها الله مسألة الولاء والبراب كلاها الله أحكام رنب ويدي صحابي كهل جري والنبي الله هذا ما إلا أتشوقه أنا وقوان ما قبي سنكرا النبي قد يجري الله حقا يستحيا من مركي انت وكسوق عبد الشيخ حديث دير قصر دير بحديث كلها سؤال مرك ودي وحاكمي قلت يا رسول الله رسولك لا يوحان كوري ما حق الزوجة أحدنا عليه مد كانو حاسكيس أرديس أفديس حقا كل ذي محوية قال صبان وحر عليه الصلاة والسلام أن تطعمها وإن تقود سؤود وحسيسو إذا طعمت مرك هذا وحقودا نيسو التفات بالله يقان بلاغدا والتفات من الغيبة إلى الخطاب مقتضى السياق وحوى إن لا يدادو أن تطعمها أن يطعمها إذا طعم أما أن تطعمها إذا طمع إذا طعم عفوا ساسي أهيد مركو النبي حوغل لإحدى سياق أو من الغيبة إلى الخطاب للتأكيد والاهتمام مثل لو نبي كهلا يربائين إن أهلك لقاضه أو لسجد وتكسوها إن أرض بحسوي وتكسوها بعض نص قرايان يعني لكن إلا كل ربا صحة ما دام أن تطعمها يسوه الرئيسي أن تطعمها إن قبرنا قود سوى إذا طعمت مرك هذا وحقودنا يسوى واحد عنده وحكسي هو وحاضو قال علفته وحكسي إحسان كاسو كينيا إن دوك أد وصلاد إيو هيلب يكلون يا رابس لدعدان قبلها أنا أد كوبا بإنسان دير إيو وقالي مصعني سا سعاني سو شايدا الاف تيدون كات لدا عيسان اسكو بوغي قبلها حلقا سي عروتيده وتكسوها وان الارض بحسه اذا اكتصيت ادو دكامها واوين بد كسو ادغه تغبدونا بل جعفانا وامتحانو تندا اد مودو اي كو غوبن با سو غديسا درف يعان وانفع اي عورنا استوريا ايدنا ديبي نبا لغا ربا تبرتا ذا لينفق ذو ساعه من ساعته طيب ولا تضرب الوجه ولا تضرب الوجه تضرب ولا تضرب باقفعان لهيد او لكردبو
hada way reebantay aniga maxay la tooray wa alla tadriba bay ku cadfantaan filaya saasa ka ficnaan lahayd hadii jumla hada mustanaf laga dhigo waa baab kale oo marka la reebo ولا تضرب الوجه وجهها غراعن هداد او غعن قادايسود غبدي ادبنيسو غراعي لو وصف صحه اتبينيسو وجهك كليخو وقروحدي بلعدي ميشا لو سجديسو وي هاوشا كليخو ولا تقبح ها عاينو عنبارين دفكو وبخاي وجهاد هدا كو خارت لعنت با كوغو تاله iyo waxa lama ogolo ولا تقبح قولي ايو مركه كو عاين وجهك قبلابا جرب عيد وجهك قبلابا او سومااليد ادو بخي مايه ولا تهجر باي فيعان لهيد لكن ولا تهجر باي دغان ان جمال كان لا اسكو عاطفو ايا بعض النسق قريا يدانا قرحسن ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر سداس نوال قرا ريبتان كن واسح هداد كفغان سوما غبداد كدوديسو ولا تهجر حقوددن او حق الا في البيت غورغا ودن كدك sariirtan kana jiita am furashun kala fogaysta ama haddii isku dhawaan jirta qarka ku saxayna qarka tagdhe barkinta inoo kala jiid guriga dhaxdiisa oo idan wala tahjura illa fil bayt wa illa ma'na tayajuruhunna fil madaji' bay ayati bay ya hadith ku tooganay hadithun hasan rawahu abu daud bawri wa qala wa huwa ma'na abu daud basila ku fasiray ma'na la tuqabbihu wa huwa ay la taqul qabbahak illah ilaahay ha ku xumeeyo dufa kugu baxdo balaa kugu dhacdo wajigaadu ha ku xartiyo la dhihin way laga leex al-imam al-bukhari abu abdullah babu baba istimarkaas wuxuu yiri nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam oo ka hijrado dumarkiisi fi ghayri buyutihinna ayu baba ist wa yudhkaru an muayyat ibn hayda marfu'an annahu qala wa la tahjura illa fil bayt wal awwalu asahhu بخاري ونو قضى الحور حديث كانوا قال ليا حديث كان اس و هو سو شيغي كسابسنا نبي محمد با دومركيس انت و عروداي كدارتي بل مركاس و كغوراي او قول كوره ايو نبي دغاي 29 مال مدغنا او كفغاداي عائشه و دومر كلنا غري هودي باي جوغيد حديث كان اس مخو شيغي في صحيحين النبي و كجرو دومركيسي في غير بيوتهن ايضن محيط واجرهن في المضاجع حديثكم محول والا تهجر الا في البيت وحول حديث كاس معاذ بن حيد وكان وحكى صحيح سن حديث انس حديث كان محوسه من حيث السند ورنتي بخاري حديث كان هو من حديث بهز بن حكيم عن ابيه عن جده ومعاذ بن حيد القشيري نسخنا من حيث حق السند كسند كانوا يسكوها يعني محدثين توحين وبدين ان النسخه ايتي صحيحه يحتج بها هذه احد كوحك قاضني بهز ومن ثقائيه من دون اسد بهز بن حكيم هذون ثقائيه هي وحوي محدث وبدين ان ايتي سند هي ترجمه قويه صحيحه وحاسدا مريح معين حفاظا سدا وبدن سيدا درت البخاري وكدير انه يقول الحديث هو ضعيف بحيث يقول والاول اصح ارجحي عبري كهرا كصحيح سن كان معاويه يقول اذا ولا تعارض بينهما حابتك وحوت المامي جماعه من المحدثين النقاد ان اسقبنا النبا حديث كان محكوس سابسن ياهي الايلاء ودار ادمر كذا كدارته وقرانك الهي كشرح سوره البقره حكم قوني اوي كان محوها وحكم حسابسن تعزير يا جناح قونئه ادو خيار كذا كخيران اون دار اهين ولا تعارض بينهما دنكا ولا ودن كرا هجرانك في البيت يا ايلاغ وا لبا مسلو كلا دون ان اسكو باب اهين وحا كلو ودن كرا ميدكا حكم هوشا النبي او سمي دوبركي سنو كيجودو كفغااداي او ويبا او كغورو كدوداي وا هو النبي او كو خاص اه هوشنا waxay u taala muslimiinta waxa loo qoran karaa waa ficil iyo qowl waxa loo horumarin karaa haday istaaarudaan qowlka laakiin si aad imaano babul ila ya babul hijran way kala duwan baan laba xukun kala duwan saasa sawaab ah hadalkuna waa sahih idan maxamesha ka soo baxay waxa ka soo baxay in la yiraahdo hadii ba bukhari soo muxuu qaba wuxuu qaba bukhari mafhumu qawli ta'ala wahjuruhunna fil madaji' wa ghayru mu'tabar
ومفهوم خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له قيد كاسن الاعتبار ما يبقى محيي له الاعتبار نبي محمد بن دمر كيسا كجرودين في غير بيوتهن أصول سيدة أصول بخاري قبا حديث كان وحولي يوحان قضينا مثل أنس بن قضينا لكن لا تعارض والصواب هو الجمع للترجيح حنقول جمعنا إنا إنا أنك لقانا إياق إيا وباب كان لقانا يا إما إنا أن رهنا لبضوا ويبنائيهين لبضوا ويبنائيهين إن قرق لقيه جوز قديه سنة ويبنان تاي وحديث كأنس يا فلك النبي محمد بن حجاج سنة إنا إن قرق دحي سلتشوه حقا لقيه جوز ويبنان تاي بناء على قول تواجرهن في المضاجع هي حديث معاوية ابن حيد هذا إنه هينا القشيري لبضا معنا بواجنا نسكوا قادوا يا قرق قديه سي قرق بنان كسا لبضوا بنائيهين وي ما قال سانتو سكول على إن أقول كلا دكتو أما سرير ترى كلا درس الشيطان أما فراش كلا شيدتان ويا بنانتا أسكار دقائق الله هتل سوكر الشيطان ويا بنانتا عربتو حيلين هوانك إن قرق الله قطقو وحاكير كله آدي آد كف عن جناحة قرق دحيس إلا قجرو ذو لكن الصومالي ذو دمركيو ذو حاكف عن إن ميل فوق لقصو لقدو تصيد أما نك وود ضي أو كاري لسوي على علي أورنيسا هذا لكن قرقة دحيس عشان أدي النقطة وحوس عن ما هي هو حلف عنا يمن ما هي معايا هو ضمير كله عزلي شرفته أي كجرته وحي كده ما نيانو يدي ذي عن ضمر كيانو ورمنا عيسن إنك إذا بكد ضو ميل تجلا مقله إسلام ركابه وش أنا حلي سيسكو دعيسا ومر ضم بيس صان قانون هذه هرام بلغونا عينا معايا ما نيا حسابك لون شيئين وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيماناً مؤمنين تمتكوا إيمان رما يستران وحاوي وناكسن أحسنهم خلقاً متك أردقا وناكسن وطبيعة وناكسن مسلمين خلق الأهل وخلق الخلق مع الله والتخلق مع الناس وي. وخياركم كوا إذن كجب سنة وحاوي قب الأهل خيارهم خياركم للنساء كوا ضمر كوا وناكسن با إذن كوا خيار سنة إذن كجب سنة كوا إذن كجب سنة أولي سنة وحاوي كوا ضمر كوا أدران وإنك عايز والله إن رقب حالي دي هي نين رغا ناغو كا ادق بالاي وي كا ادقت نعسنا و كا ادق اسغا كا دمركيس رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن انس بن مالك عن انس بن عبد الله بن ابي ذباب عفوا عن اياس عفوا وعن اياس بن ابي بن عبد الله بن ابي ذباب وصحابي سيده الراجحه انكاس ومختلف في صحبته احمد البخاري وحيليهن لا تعرف له صحبة بخاري يا أحمد سيدة سيدة هذه أبو حاتم الرازي يا أبو زرعة الرازي ابن عبد البر يا حافن حجر نوحي رجح يا إنه صحابي يا هي وهو الراجح من حيث الدليل صحابي قال قال رسول صلى الله عليه وسلم لا تضربها قراعنا إماء الله لا تضربوا إماء الله أضومها إلهيان لقراعن قبلها مسلمات كان لو ترو يان لو قعن قادن فجاء عمر بايم رضي الله تعالى عنه الى رسول الله بويمد فقال وحول النبي الله ذرئنا النساء ودمر كبار دير ومن باب اكلون البراغيف ذرئنا النساء ذرئنا ذئرنا عفوا ذئرنا النساء ودمر كبار دير ورقب يكون دير ذين واسروا النجوى الذين ظلموا وكلوي قران كانوا يكتمد اكلون البراغيف واحد ورنجرتين إن فاعلك مرة سوى مظهر الله شيء ومرة سوى ضمير الله شيء ولا إسرائيل يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار وأسروا نجوم لظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم ما لابد من القرآن كي سنضرب كتما ده لما لا ذئرنا النساء ودمرك أيا دير ذي نون نسوي حال إسرائيل يأسوا عضب بناك النساء ودركت دمرك بعد دير ذي ورجع على أزواجين الرجع ذي كل دير ذي أنت كور رسين عن قال النبي الله هوينكو وانا قدم بيين بور مركاتر لما تابان كرو بالور بي بلبحي عمر بسود عوي روايك حديث أولي هاي ذئرنا النساء على أزواجهن وساءت أخلاقهن على أزواجهن منذ نهيت عن ضربهن بور عمر حتى نقام كوذي بحماد ويبا كبرين با مالين كاتري فر لهم قادي كرو فر دي راتبين نبا لو نقضين يكتالي هدي فرخص النبي قال فصحي في ضربهن إن حيو لإدبيه
فأطاف وحاكسو قدامه وكسو قوري بآل رسول الله يقول النبي محمد نساء كثير ضمر فربهم واجد دمبيب بريبه يسكوين يقول رسول الله ودعوني يشكون كالشيغانية أزواج رقوة كالشيغانية تضباطا حديث يقول رواية كلي تضباطا ضمر قول النبي أرقص وكالله مكون نبي فجر كوبحة هاي بيب قول النبي يماتين هو سيدي حالي وانفت لقاقو النبي على الصلاة ما هون قال لأد بيه بل أنزلت كذا يسوع دعوتي وأطبت فرخص النبي واقف صحيح في درب إن لحوديه فأطاف وح كسو قدامي وكهرير قري اللي ما قاد كره هرير كسو استعجل بآل رسول الله أي بآل بيت رسول الله رسول كلا يقول يسي أو بيوت رسول الله نساء كثير دمر فربضان يشكون كشيعنا أزواج من الرب قد يبكوا جيزتين فقال رسول الله مسلمين تمنا بقول الله مالك رورت الدمبي وحول سبل لقد أطاف وحاكسو قدامه اسكوكو يميد هريري بآل محمد آل محمد وحا هريري النساء كثير دمر فربضان يشكون أزواجهن رقو دعوانه يكشيغان ليس أولئك كواسي دمر كواسي عبدان معها بخياركم قبتين معها رقوان أكسر معها قبلها المسلمات نمان كنت أقع عن قادين ككلفة إن إيسو دعوان نمان لي توي ورقبلها نحريستو مرضى ميان ليسو دعوان نبا قساسو ليه رواب داود بإسناد صحيح سيدة صحابتكم في الإصابة كجيري إذن بل وقرأة النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما أولئك بخياركم ما أهان من كان من وراكس وأم العيال وحازك هذه ونفط هذا كجعل بيان كان أحرك والله حقا دو قول بنا إذا زيد الضميركي هذا ربما مش أفضل الله الله قابك لا ضمرك الله يرعد هذه ولو إذبياه مش قول وحقوق من ما هي هو قصيد دريا بجربة قول صبنه أولي عفوا عمر أولي ذئرنا بذال معجمة مفتوحة دال دبيعلا أو كردبا ثم همزة مكسورة إيه همزة هوصدقا ثم راء ساكن راء ريبا ثم نون النون لودن بيسيو ذئرنا الليل هذا وامحي أي اشترأنا وادي ذنوي اشترأنا وادي ذن اشترأنا دير شوي جسارة ذوي قول أطافنا أحاطي لمتاي هريريين أما سوق دامينوي عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال محا فلسفه كسابسا نذريده كسابس دمرك إن لقراعه أو لوق عن قاضه أو لحوده أو لإدبيه ميل دير مجرته شريعاتنا أصل سوشد وحاكم ذا حق واجب اللقول يروح اللقا كيني واي اللقا سوزاره محا لغو سمية يا حوق بار لوق قاضه حوق هذا يدون تاكين تو إلا الدلا كولا قسيبا صوم بلو كرواي زكاة بحبا لو كرواي حقي أغوانت بحبا إسلام تبيل كذبا لغسو ساري وعرض تبيل كذبا لغسو ساري وونا بحين قرا ما حاوي حكومة والله حرية حرية بكين والله بقنا بيا سي اللو قوضة هدو دونو سي اللو قرا عنفس لغا قويني يعني من منع حقا واجبا وجب أخذه منه قصرا وقهرا هذه لغا قادي وينا حقبا لغا قصو هذه لغا رواي والدلي ومسألة إجماع بين المسلمين دمرك المسلمات هذه حق الزوج أي مالك قد عانوا لغا كيري ومحابنا اللي إدبيو انتان قبر دقايا هذا بنجاني قين مهاي حقور رباحة لطابان حق لطابان ايا دبرك ايا قربها ايا مالهاس وشو اللي دوان مهاي لكن لو فعل برطمها لو فعل برطوك بني سيدي عدو لولا دقال مهوش ماشي مطال halkaas ay ku saleysan tahay hadii ruux walba bini aadan oo xaq lagu leeyahay laga soo saaro ay banaanta in la ganaaco in la xiro in la garaaco bal in la dulo ay banaanta ay gabadhii muslimad ahayd xaq ninkeedii ubadkeedii laga soo saaro waxa banaan he in la yirhanu jiyo wa inta aan falsafad wax kala ma jirto waa mas'ala sharci ah kama arri kartaan falsafadan shiyaadintii reer galbeedku intaad maqashaan aniga sheeko kale ila iimaanina وعن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وكم المتاع في اللغة العربية وما ينتفع به وهو البولر ديف صدو ولغون نستا متاع الليل هذا لغون ميلقاره الدنيا متاع وشيء ديف صدو لغون ميلقاره رانديس دنبانا أنسيلة هاي وخير متاع الدنيا ديف تدو وخير بدنا وحاوي المرأة الصالحة هوين دوان أكسن وقياس العكس هنا صحيح هؤلاء ذا حنا وشيء وقول لبني الدنيا ماذا
ريرها الدمية لكن النبي عليه الصلاة والسلام كما تجن أمضى إذا في النوى قدرا دمر كي يمالك يا الدنيا ذا إذا المرأة الصالحة هو إذا وناكسن دولة إذا رستا أبض إذا كنت أمضى إذا كعسة مستقبل كنا إذا كحرين ياي إذا كم أنا أذكر جوكتان الدمر كي واحد الربعين يزوزاران أمضنا أنفع ذا بل يرنا أنفع ذا لمن كي حلك المسلمين تقبل لها أي مستقبل الله آي لها رواه مسلم والله سبحانه وتعالى عليه.